أهلا برج الأسد، أهلا بيكم في قراءة عامة. أنا شايفة هتكون قوي، شايفة كمان إن أنت في تواصل عالي، وإن أنت هتقدر تسيطر على الأفكار اللي في دماغك. دي الطاقة بتاعتك. وكمان شايفة في نجاحات جاية لك يا برج الأسد. أنا شايفة كروتك كويسة، شايفة كمان في فترة الماضية كان في حزن، والحزن ده هو المفروض ان هو دليل على اليأس او الغضب، الانسحاب، الخسارة. فشايفة ان كل ده هينتهي، دي مرحلة وخلصت او انتهت وهتطلع منها. في العاطفة أنا شايفة إن الأمور غامضة بالنسبة لك. الشريك شايفة حتة عند من حد فيكو، في الأغلب العند أنا شايفاه من عندك أنت. انت سامحت كتير، وحاسه ان الثقه عندك قليله. شايفه كمان في علاقه ثلاثيه، شايفه الشريك او علاقه ثلاثيه بصفه عامه موجوده. قد يكون الشريك دخل في علاقه ثلاثيه، لكن هي مش حاساها حاجة يعني أساسية. أعتقد إن هي حاجة عابرة. شايفة إن أنا شايفة جو أسري، شايفة سعادة، شايفة انبساط. فأعتقد إن فترة الخلافات اللي كانت بينك وبين الشريك هتنتهي. حقيقي الواضح ان هي مش قريب، يعني هي مش هتبقى حاجة قريبة، لكن في انت هتعرف تعدي. واعتقد ان الشريك بيسابق الزمن علشان يوصل لك. هو بيحاول على قد ما يقدر. زي ما قلت انا شايفة ان في طرف عنيد، انت دماغك ناشفة شوية على قد ما، على قد قوتك وعلى قد ما انت بتغفر وبتسامح، لكن بتوصل لنقطة ستوب. اعتقد انت وصلت ليها في العلاقة بتاعتك، عملت ستوب. واعتقد ان هتبقى في بداية جديدة بينك وبين الشريك. زي ما قلت انت بتشتغل بدماغك، انت حاليا الفترة اللي مركز فيها كل تفكيرك بتحاول تعمل توازن في حياتك. التفكير عندك هو اللي هيبقى غالب على الفترة الجاية. زي برضو ما كارت الطاقة بتاعك قالك، اوكي الشغل كله ان انت بتحاول الافكار كلها اللي دايرة في دماغك انت بتحاول ترتبها، بتحاول تشوف ايه المفيد، ايه الصالح بالنسبة لك، اللي انت عملته ده صح او غلط، تصرفاتك. شايفة ان انت ماسك، عرفت تحط ايدك على نقاط الضعف، نقاط القوة الموجودة عندك. انت غلطت في ايه؟
هتتخلى شوية، أنا شايفة كمان إن أنت هتتخلى شوية عن العناد بتاعك. أنت عنيد جدا، ما بتحبش حد يغلط فيك، زي برضو الشريك بتاعك. هو على قد ما بيحبك لكن في عنده اندفاع، اندفاع متهور متسرع، وانت كان مضايقك الحاجة دي جدا. انت انسان زي ما قلت في عندك اتزان عقلي. انا هنا شايفة العقل كمان، الكروت بتقول ان العقل غالب عندك الفترة الجاية. الفترة الجاية هي فترة يعني انت معلي معلي التفكير عندك قوي. انت الفترة اللي فاتت كلها انت بتسمع لصوت اللي جاي من عقلك، ماشي؟ فانت تعبت، انت حسيت ان انت يا ربي هو انا غلطان. فحاليا انت في فترة مراجعة مع نفسك، انت بتراجع نفسك. لكن انا شايفة، انا شايفة والكروت بتقول ان هينتهي، هو مش قريب، مش هتكون قريب، لكن مش بعيدة. يعني هي نقول خلال شهرين هتكون الامور استقرت مع الشريك. طيب نشوف، انا عايزة اشوف الان. انت كل الكروت قدامي التفكير، انت تعبت من كتر التفكير، تعبت من كتر التفكير، من كتر ما بتسمع لصوت العقل، فانت تعبت، انت وصلت لمرحلة التعب. انا مش شايفة يعني حاجة بارزة او مشكلة كبيرة، بالعكس شايفة فرص كويسة، شايفة كمان يعني استقرار، شايفة ان امورك مستقرة. فانت تعب نفسك، انت تعب نفسك، يعني اعتقد كل مشكلتك في الحياة تضخيم المشكلة. ممكن تبقى مشكلة صغيرة جدا، ومن كتر ما انت بتفكر فحاول تهدي، تهدي وتسيطر على طريقتك في التفكير. ادي فرصة لقلبك، ادي فرصة لقلبك، ما يغنيش عن ان انت تفكر، لكن ادي فرصة للشريك، لان هو شريك، شريك بيحبك قوي 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 قوي. اتخلص من العناد، حاول ان انت تكون مرن، يعني شوية مرونة كده هترتاح. شايفة كمان في حق هيرجع لك، في حق هيرجع لك وهيرجع لك قريب قوي. انت تعرضت للظلم، وبطبيعتك ان انت بتفوت كتير، بس ربنا معاك، يعني ربنا واقف جنبك، ربنا هيرجع لك حقك، هتفرح هتفرح. انا شايفة في محاسبة، في محاسبة، وانت هتشوف الحاجة دي بعينيك. اهو انت اتكسرت، انت يعني قلبك مجروح، انت حاسس بجرح. لكن في انتصار، في انتصار، في رعاية. أنا شايفة ربنا هيرد لك الحق بتاعك، هتبقى قاعد ومبسوط. عايزة أقول حقك هيجي لك وانت حاطط رجل على رجل، الحق هيرجع لك وانت قاعد حاطط رجل على رجل، وقريب قوي، يعني هتشوف بعينيك الحاجة دي قريب قوي. في كمان شايفة
بالنسبة للي بيشتغلوا في العمل، في شايفة بعضكم بيشتغل في شراكة، أو مش هنقول شراكة، يعني زمايلك في العمل، لو أنت بتشتغل في مكان فزمايلك في العمل، في كلام بيتقال من وراك وأنت كعادتك صابر متحمل، أنت روحاني، أنت إنسان روحاني صابر ومتحمل، وزي ما قلت ربنا واقف معاك والحق هيجيلك لغاية عندك. ففي شوية مشاكل هتبقى موجودة، أنا مش شايفة وشاية، شايفة نقل كلام، وشاية ونقل كلام في العمل، لكن انت ربنا هيقدرك وهيقف جنبك والحقائق كلها هتظهر. انت منتصر، انت منتصر، انت بقوتك، انت انسان جد، يعني على قد الطيبة، على قد الحنان، على قد كل حاجة حلوة، لكن انت انسان عقلاني، مش بتدي فرصة. يعني عايزة اقول ايه، انت مش بتاع كلام، يعني لا بتقول كلام ولا بقى، يعني الكلام بيعدي قدامك. وفي كمان يعني نقدر نقول لا، هي كلها هوائية، الطاقات اللي حواليك هوائية. كمان شايفة يبرز قدامي برج الميزان، وفي حمل، حمل وميزان هما اللي ظاهرين، ودول أعتقد هيكونوا الشريك، الشريك يا حمل يا ميزان. كمان شايفة زي ما قلت انت روحاني رغم الضغوط، لكن انت بتلجأ لربنا، مش مدي، لا هي مؤثرة، هي مؤثرة عليك من جوه، الكلام والقيلة والقال مأثرة عليك ومخلية التفكير عندك، يعني انت من كتر خلاص حاسس ان لا، استوب استوب، انت عامل استوب مع نفسك وبتحاول توازن الامور الفترة الجاية. شايفة كمان، يعني عايزة اقول انت بتحاول تهذب نفسك، الحاجات اللي انت مش شايفها ضرورية او ان هي ضارة في حياتك، سواء عادات انا شايفاها قدامي، في عادات سيئة موجودة عندك انت بتحاول تتخلص منها، انت بترتقي بنفسك. انا شايفة الفترة الجاية هي مرحلة الارتقاء بالذات، انت روحانياتك عالية قوي، امي قدامي في اغلب الكروت بتقولي كده، وشايفة ان مجهودك مع نفسك هيكلل بالنجاح، هتقدر تسيطر. شايفة الشريك لو في علاقة ثلاثية فهي علاقة عابرة، ما تقلقش منها، ما تخافش، دي علاقة يعني عابرة، لا ملهاش أي معنى، بس في علاقة، الشريك هيدخل في علاقة ثلاثية، ما تلتفت لهاش، حاجة كده وهتعدي. شايفة المنفصلين أو العزاب،
أو المطلقين أنا شايفة فيه رجوع بعد ما هتظبط دماغك، لأن أنا زي ما قلت التفكير هو اللي غالب عندك. بعد ما تقدر تسيطر على أفكارك، الأفكار أفكار 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 كتيرة، بعد ما تقدر تسيطر عليها الحياة هتبتدي تتفتح قدامك، تظهر قدامك، وأمورك هتستقر. نصيحتي ليك اللي أقدر أقولها لك، الصوت اللي بيجي لك من عقلك اللي هو التفكير، خليك زي ما أنت قوي، زي ما أنت برج القوة، رمز القوة، فأنت سيطر عليه، ما تخليش هو اللي يدمر حياتك. لا، خد من التفكير اللي شايفه انه هيبقى في مصلحتك.